في سبتمبر اللي فات، و الأخ الفنان محمد رمضان طلب إنه ياخد صورة تذكار عشان يفرجها لابنه. واحنا طيارة خاصة، الطيارة كلها هم 8 ركاب 8 فتيهات، ومفيش عائق أساسا بين الطيارين وبين الركاب، مفيش باب فاصل يعني. فالكوبايلوت اللي كان معايا راح الحمام الحقيقة، لقيت الأخ محمد رمضان واقف جنبي وبيقول لي بعد إذنك أنا هاخد صورة أفرجها لابني. إحنا كطيارة خاصة بيركب معانا ناس في أي بي، رؤساء جمهوريات ووزراء وأمراء من كل بلاد العالم، فلما بيطلب إن هو ياخد صورة كتذكار إحنا يعني حبيا ضمنيا بيننا وبين يعني بيننا وبينهم بياخدوا الصورة حاجة فور سيلف لنفسهم، لكن مش للعرض او للنشر او للكلام ده كله. طبعا اللي حصل من الفنان محمد رمضان ان هو نشر الصوره بدون علمي ولا موافقتي على الميديا في فيديو باغنيه. الكلام ده طبعا كلام خطا كبير جدا 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 انه اتعمل، لانه بيخالف جميع الاعراف وجميع القوانين اللي في الدنيا ان هو ينزل فيديو متفبرك بالمنظر ده، وان في واحد بيقول ان بيحلف ان محمد رمضان هو اللي سايق الطياره، ولفظ سايق الطياره ده يمكن الطيارين يعرفوا ان ده مش لفظ ناس طيارين، احنا بنطير بالطياره ما بنسوقهاش. المهم ان اللي عمله الفنان محمد رمضان بالفيديو ده تسبب في أذية جامدة جدا لناس كتير وقفل بيوت كتير. وانا لما قلت له الكلام ده واحنا كنا راجعين من الرياض قلت له ان اللي انت عملته ده بدون علمي هيتسبب في أذية ناس كتير، قال لي لا ما تقلقش خالص، احنا الموضوع ده كله ان هاند واندر كنترول، وانا ليا ناسي هتكلم معاهم وما تقلقش خالص، والموضوع اعتبره منتهي. طبعا الموضوع ما انتهاش، الموضوع بقى قضية رأي عام في يوم وليلة، واللي حصل حصل، وكان قرار الوزارة إيقاف نهائي أو مدى الحياة عن الطيران. وطبعا ده موضوع صعب جدا عليا، لأن أنا راجل الحمد لله ربي كان ليا تاريخ، أنا راجل أساسا قوة جوية، مدرس في كلية الطيران ومدرس على طرازات كتيرة جدا في القوات الجوية، ومدرس في طرازات مدنية بعد ما سبت القوات الجوية، فصعب ان انا اعرض تاريخي كله لانه يتمسح بالاسلوب البايخ ده. هذا هو الموضوع، نهايته ان احنا انا والكوبايلوت اللي معايا اخد ايقاف سنة، وهو للأسف مالوش ذنب برضو الراجل، يعني هو أخد إيقاف سنة ليه وأنا أخدت إيقاف مدى الحياة. فطبعا أنا سايب لكم أنتوا الحكم على الكلام ده، والحمد لله على كل شيء، قدر الله ما شاء فعل.